ومن أصول الإيمان التي يجب الإيمان بها القدر، وأصله مصدر، مصدر قدرت أو قدرت. وإذا كان من قدرت يكون اسم مصدر، ومن قدر فهو مصدر. قدرت الشيء أقدره قدرا بالسكون وقدرا بالتحريك. إذا أحط بمقداره، هذا معنى لغوي، والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها. الواجب معرفة هذه المقادير ومراتب القدر. المرتبة الأولى من مراتب القدر العلم، أن تؤمن بأن الله علم كل شيء قبل أن يخلق كل شيء. لا يوجد في هذا الكون شيء لم يعلمه الله، علم ما سيكون. ويوجد في هذا الكون علما، فأحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. لا يقع في هذا الكون شيء إلا وقد علم الله، وعلم متى يقع، في أي مكان، وفي أي زمان، وفي أي لحظة، وفي أي ثانية، من خير وشر وكفر وإيمان وبلاء ونعمة ومرض وصحة، كل شيء معلوم عند الله. ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء معلوم ومكتوب. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة من مراتب القدر. ثم شاء الله بمشيئته العامة وقوع تلك الأشياء كما علم وكما كتب، ثم أوجدها على وفق ذلك. هذه مراتب القدر يجب الإيمان بها، أي يجب اعتقاد إن الأمور ليست مستأنفة من جديد، بل مفروغ منها، معلومة عند الله ومكتوبة، وشاء الله وقوعها فوقعت. لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجد وخلق، وهو البديع، بديع السماوات والأرض. من علم هذا استراح، لا يقلق. هذا المقدار يجب الإيمان به، ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن ما أصابه في علم الله لا يخطئه، وما أخطأه في علم الله لا يصيبه، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. من استقر عنده هذا الإيمان يعيش مرتاحا في هذه الدنيا مهما كثرت الفتن والبلاء، لأنه يعلم إن الأمور مكتوبة، وهو العليم الخبير الذي علم وكتب وقدر وأوجد. لماذا يقلق المرء؟ ولماذا يأسف على ما فاته؟ ولا يجوز الزيادة على هذا المقدار في باب الإيمان بالقضاء والقدر، أي لا يجوز الخوض في أسرار القدر. لله سبحانه وتعالى أسرار في خلقه، له أسرار في فعله، في أفعاله، له أسرار في قضائه وقدره، له أسرار في أسمائه وصفاته. كما لا يجوز أن تسأل فتقول كيف هو سبحانه وتعالى في ذاته
وكيف حقيقة أسمائه وصفاته؟ لا يجوز السؤال بكيف في باب الأسماء والصفات، كذلك لا يجوز السؤال بلما في باب القضاء والقدر. لا يجوز أن تقول لما خلق، لما أحيا، ولما أمات. لما أمات الطفل الصغير وترك الشيخ الهرم؟ لما رزق؟ لما وسع على زيد وضيق على عمرو؟ لما ولما؟ هذا خوض في أسرار القدر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. وقاله غيره أيضا، أي لا نحاول كشفه. أما الكشف فغير ممكن، أي لا تحاول الكشف، لأن محاولة كشف هذا السر مزلة الأقدام. من زل في باب القضاء والقدر لا ينفعه التوحيد. التوحيد وسلامة العقيدة إنما ينفع صاحبه إذا ثبت في باب القضاء والقدر وسلم لله في أسرار القدر، بعد أن آمن بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يكتفي بهذا المقدار ويقف عند هذا الحد، ولا يخوض في أسرار القدر إن أراد السلامة لنفسه، ذلك بتوفيق الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا فيما مضى، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أو أول ما خلق الله القلم، روايتان. رواية النصب أول ما خلق الله القلم إنما تفيد أمر الله القلم عند أول خلقه، لا تفيد بأنه أول المخلوقات. وعلى الرواية الثانية يفهم منها إن القلم أول المخلوقات، والخلاف قائم بين أهل العلم هل أول المخلوقات القلم أو العرش. وعلى كل، عندما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، نخلق تلك المصيبة قبل أن نوجدها كتبت. إذا ما من مصيبة وما من نعمة وما من بلاء وما من شيء إلا وقد كتب كل ذلك قبل أن يوجد ذلك الشيء.